السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن نعرض لكم شقة للبيع في مجمع سفير في منطقة يمرة. طبعاً الشقة في الطابق السادس، العمارة فيها مصعدين، كل دور فيها ثلاث شقق. الشقة رقم 18، طبعاً مؤسسة بالكامل. راح نشوفها الآن بالتفصيل. مساحتها 160 متر مربع، ثلاثة غرف صالة. أول ما ندخل على يدنا اليسار عندنا المطبخ، هنا الصالة راح نشوفها الآن بالتفصيل. هنا المطبخ، أيضا أجهزة الكهربائية جميعها متوفرة في المطبخ. مثل ما أنتم شايفين هذه طلبة الطعام تكفي 6 أو 8 أشخاص تقريبا. ميزتشيك أنها على ثلاثة واجهات، هذه إطلالة كاملة على الطبيعة، مزارع. هذا المطبخ بشكل عام، عندكم الثلاجة، الفرن، البوتاجاز، الشفاط، وأيضا لها مخرج للبلكونة. طبعا بلكونة مشتركة بين الصالة والمطبخ. زي ما شايفين مساحتها شرحة، وهذه إطلالتها ما شاء الله تبارك الله على الطبيعة. شقة داخل مجمع سكني فيها جميع الخدمات، الغرفات، وسادة عائلية، مسبح، مواقف سيارات. كمان شايفين لها طلالة جانبية أيضا على البحر على داخل المجمع. من هنا نشوف الصالة، مساحة كبيرة وشرحة، أيضا فيها مكيف. الشقة فيها ثلاث مكيفات. شقة جاهزة للسكن. لنا هنا الممر، منها نشوف الغرف. طبعا مثل ما ذكرت لكم فيها ثلاث مكيفات، هذه دورة المياه الأولى، أكرمكم الله. هذه الغرفة الأولى، فيها سريرين ودولاب. وعندنا هنا الغرفة الثانية، لها بلكونة. مثل ما شايفين أيضا مساحة جيدة، لها إطلالة داخل المجمع. عندنا المسبح، ملعب الأطفال، أيضا في ماركت يخدم المجمع، بالإضافة إلى مسجد أو جامع قريب. ولها إطلالة جانبية على البحر مثل ما شايفين. عندنا هنا دورة المياه الرئيسية، السخان، الغسال، الكلوزيت. عندنا هنا نواش إضافة للمغسلة، دورة مياه متكاملة. الشقة فيها أثاث بالكامل. وهذه الغرفة الثالثة والأخيرة، مساحة شرحة ما شاء الله، تعتبر غرفة نوم رئيسية، ماستر روم. وأيضا فيها مكيف سبليت. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.